السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو سوف نخصصه لمجموعة من التسريبات، خصوصا فيما يتعلق بنقل التدريب الخاص بلعبة FC موبايل، كذلك نقل الرنكات فيما يتعلق بلعبة FC موبايل. ثم سوف نستعرض توقيت نزول نقل التدريب. نعم يا شباب، فتوكن يعني نقل التدريب رسميا سوف يكون معنا قريبا، سوف نتعرف على التوقيت يا شباب. ثم في الختام سوف نستعرض البطاقات الخاصة بالدوري الإيطالي يا شباب، لأنه آخر دوري في اللعبة يا جماعة، أو عفوا في حدث التطس يا شباب. ثم بعده سوف يتم انزال يعني الالتيميت تطس يا شباب. لذلك قبل بدء الاصدقاء لا تنسوا الاشتراك في القناه والاعجاب بالفيديو، خلونا ننطلق يا جماعه. اول شيء يعني ينبغي ان اقوله وهو انه بعض الاصدقاء يعني سالوني في التعليقات لماذا لم اعد انزل التسريبات الخاصه بلعبه الاس موبايل. ماذا اقول لكم يا جماعه؟ والله ابذل مجهود كبير من اجل الحصول على هذه التسريبات، لا من التليجرام لا حتى من الفيسبوك يا جماعه. ثم اعطيكم التسريبات الرسميه يا شباب، والله كل التسريبات التي كنت اقدمها لكم قبل أسبوع أسربها لكم و 100% تكون صحيحة. لكن يعني ما الذي أحبطني جدا وأنه بعض الإخوان سمحهم الله، وأنتم تعلمون عن ماذا أتحدث، يضع لك فيديو يعني يضع لك يعني كل شيء أو خلونا نقول 80% أخبار كاذبة أو تسريبات كاذبة يا جماعة، وأجد أن الكل يعني يصدق ما يقوله. لذلك والله يعني قلت مع نفسي لماذا أبذل كل هذا المجهود في حين أن هنالك من يقدمون محتوى خاطئ، يعطوك فقط تسريبات يعني خاطئة 100% حتى يعني يكسبوا تفاعل. لذلك قررت أن أبتعد عن كل ما يتعلق بالتسريبات يا جماعة. لذلك من دون أن أطيل عليكم يا شباب، خلونا نتحدث عن نقل التدريب يا جماعة. فأول شيء خلونا نتحدث عن هذه الصورة، يعني فهذه الصورة رسميا من الشركة يا جماعة، وكونوا على يقين كلما تنزل الشركة فهذه ليست تسريبات، هذه يعني يقوم المطورين بتسريب هذه الصور لليوتيوبرز الكبار يعني خصوصا في المحتوى الأجنبي، حتى يتم يعني إخبار الكل أن الشركة يعني قد تمت أو قد عملت التوكن الخاص بنقل التدريب. فكما تعلمون فهذه الصورة بالتالي فهي مؤكدة يا جماعة. كما تلاحظون لدينا بطاقتين، البطاقة الأولى هي بطاقة هالاند في حدث التوتي، كما تلاحظون الترقية بنية يا جماعة. أما بالنسبة للبطاقة التي على اليمين فهي البطاقة الخاصة بهالاند، البطاقة التوتي يا جماعة، كذلك فهي ترقية يعني بنية يا جماعة. وما تلاحظونه في الأسفل وهو هذا التوكن، هذا هو التوكن الجديد الخاص بنقل التدريب كما تلاحظون. فأهم ما يمكنك أن تلاحظه من هذه الصورة وهو يعني مشكل كبير سوف ينتج عن نقل التدريب، هو أنه يلزم أن تكون معك نفس البطاقة التي ترغب بنقل التدريب لها للبطاقة الجديدة. بمعنى أنه ينبغي أن يكون اللاعب الذي تمتلكه في التشكيلة والذي يمتلك تدريب، ينبغي أن تشتري نفس اللاعب ولكن البطاقة الخاصة به من حدث آخر، إما يعني الأحداث القديمة أو الأحداث التي كانت سابقا له. فعلى سبيل المثال فأنا بالنسبة إلي فأنا أمتلك بطاقة فولر ب20 تدريب، لو أردت نقل التدريب الخاص بهذه البطاقة ينبغي لي أن أشتري بطاقة أخرى لنفس اللاعب فولر لكي أقوم بنقل التدريب من البطاقة السابقة. فهذه أعتقد أن ولو أن يعني خلونا نقول أن جيدة يا شباب، لأن هنالك الكثير من الإخوة يعني ليسوا مثلي وليسوا مثلكم يا شباب، فهم يعني يلعبون بنفس اللاعبين في تشكيلتهم. سوف تجد أنه يلعب ببطاقة الظاهرة على سبيل المثال، ينتظر أي حدث ينزل ببطاقة الظاهرة ثم يشتريها مجددا. تجد أن مثل هؤلاء اللاعبين لا يستغنون عن نفس اللاعبين الذين يمتلكونهم في تشكيلتهم يا شباب. بالتالي فأعتقد أن هذه الطريقة سوف تكون يعني طريقة جيدة من أجل نقل التدريب، ولو أنها سوف تكون صعبة يا شباب، خصوصا عندما يتعلق الأمر بتجربة العديد من اللاعبين أو حتى تغيير اللاعبين في كل مركز. لكن أهم شيء أنها سوف تكون يعني طريقة أسطورية، أعتقد أن من بعدها سوف يتم تطوير أكثر بكثير نقاط نقل التدريب حتى يعني تصبح لها خصائص كثيرة من أجل نقل التدريب من لاعبين إلى آخر يا شباب. أما بالنسبة لنقل الرنكات فبالنسبة إلي فلا أعتقد أنه سوف يكون هنالك توكن خاص بنقل الرنكات، أو حتى أن هذا التوكن سوف يكون متعلق بنقل الرنكات. لماذا يا أصدقاء؟ لأن نقل الرنكات بكل سهولة سوف يحدث فارق كبير لو نزل معنا أي توكن خاص به، خصوصا فيما يتعلق ببيع اللاعبين في الماركت. بالتالي فالماركت سوف يتضمر بشكل كبير اذا كان هنالك امكان لنقل الرنكات. تخيل فقط مع اذا كان لاعب يعني تمتلكه يمتلك رنك يعني خلونا نقول تطويره يعني بنفسجي او حتى حمراء، ويعني تمتلكه بسعر رخيص، ثم تشتري اي لاعب من الماركت يعني بالاكيد سوف يكون نفس اللاعب، ثم تعطيه هذا النقل الخاص بالرنكات، بالتالي سوف تبيعه باكبر سعر. بالتالي هذه اهم الاسباب التي يمكن ان تعتبرها اسباب الرئيسيه لعدم نزول اي توكن خاص بنقل الرنكات. بالتالي الشيء الرسمي والمؤكد هو أن التوكن نقل التدريب سوف يكون معنا أصدقاء. بالنسبة لهذا التوكن فسوف يكون متعلق فقط بنفس اللاعب، وكذلك متعلق بنفس الترقية يا شباب لأنني لم أتحدث عليها. بالتالي إذا كنت تمتلك 20 تدريب وترقية هذا اللاعب سوف تكون سيكون بالترقية البنفسجية أو بالترقية الحمراء، فبكل تأكيد ينبغي أن تكون البطاقة التي سوف تنقل إليها التدريب بنفس الترقية يا شباب حتى تنجح معك هذه الطريقة أو حتى تتمكن من نقل التدريب الخاص بك. بالتالي فقبل نزول هذه النقاط فيعني يظهر أنه
لك مشاكل كبيرة سوف تكون معني أصدقاء. لكن المهم هو أن الشركة قد بدأت يعني في العمل على نقل التدريب، أو خلونا نقول أنه قد انتهت من عملية نقل التدريب، خصوصا وأنه قد تم تحديد التوكن الخاص به وكذلك طريقة عمله، بالتالي فلم يتبقى إلا القليل حتى ينزل بشكل رسمي يا شباب. كذلك ينبغي أن أشير لنقطة مهمة، وهو أن هنالك تحديث كبير في اللعبة قادم في الأسابيع القادمة يا شباب، سوف يكون هنالك تحديث خصوصا متعلق بالجيم بلاي وإضافات كبيرة في الجيم بلاي يا شباب، لا من حيث التمريرات، لا من حيث التسديد، لا من حيث تحركات اللاعبين. بالتالي هذا التحديث سوف يكون أسطوري بشكل مو طبيعي يا جماعة، حتى نستمتع بشكل كبير باللعبة، خصوصا وأن التحديث الأخير الذي تم بسبب إزالة العرضيات والله أصبحت اللعبة يعني جيدة جدا يا شباب، أصبح هنالك استمتاع، أصبح هنالك إطارة في لعب هذه اللعبة يا شباب. أما بالنسبة لتوقيت نزول التوكن الخاص بنقل التدريب، فخلوني نقول أنه يعني لم أعد أتذكر هل يوم 29 أو يوم 30 سوف يكون هنالك بث مباشر يا شباب في الصفحة أو في القناة الخاصة بالإست موبايل يا جماعة، من خلالها سوف يتم استعراض كل البطاقات الخاصة بالإلتيميت توس يا جماعة، وبالتأكيد في هذا البث المباشر سوف يتم الحديث عن توكن نقل التدريب، أو سوف يتم التلميح على الأقل لموعد نزوله يا شباب، لأنه لم يتبقى إلا القليل يا شباب، لأن التوكن أصبح يعني متوفرا خصوصا في التسريبات الموجودة داخل اللعبة يا جماعة. الآن خلونا نتحدث عن التسريبات الخاصة بالدوري الإيطالي يا جماعة، لأنه يعني لم يتبقى إلا القليل حتى ينزل معنا آخر دوري. بعد هذا الدوري سوف ينزل معنا بطاقة الالتيميت توتس، لماذا؟ لأن تقريبا هذا هو آخر دوري ولن يطيل معنا هذا الدوري، لأن مدته حوالي أسبوع، ويعني وسط هذا الأسبوع القادم يعني وسط الأسبوع الخاص بالدوري الإيطالي سوف تنزل معنا البطاقات الخاصة بالالتيميت توتس يا شباب. فبالنسبة لهذه البطاقات فتقريبا نفس البطاقات التي سوف تنزل في الكونسول، هي نفس البطاقات التي سوف تكون معنا، سوف تكون بطاقة يعني مارتينيز يا ساتر، ولو أن الأوفر سوف يتغير يا جماعة خذوها مني أساطير. كذلك سوف تكون معنا بطاقة هرنانديز، فأنا يعني من محبين هذا اللاعب. كذلك بطاقة جيرو في الهجوم، وبطاقة باستوني في الدفاع، وبطاقة ديبالا، وبطاقة رافاييليا وهذا الأسطوري يا جماعة، وبطاقة حارس أسطوري سوف نقوم بتجربته بمجرد نزوله، بطاقة سومر هذا الحارس والله مظلوم، كانت لدي البطاقة 84 كنت قد جربتها لكم، حارس خارق خارق جدا يا شباب. كذلك بطاقة بوليزيتش وبطاقة شارل أوغلو، وكذلك يعني هنالك الكثير من البطاقات. خلونا يعني نتحدث عن الشيء المهم، وهو بطاقة الأيكون التي سوف تكون معنا في الدوري الإيطالي، لأن هنالك حوالي 4 بطاقات، الكل يعني اكتبوا لي في التعليقات ما هي البطاقة التي تنتظرها أو البطاقة التي تتمنى أن تحصل عليها في المقايضات مجانا لدينا. أول بطاقة وهي بطاقة خوليت، من الممكن أن تنزل معنا بطاقة خوليت لأنه يلعب في الأسي ميلان يا جماعة، شأنه شأن البطاقة الخاصة بمالجيني يا جماعة. فكلا البطاقتين أعتقد أن واحد من كلاهما هي البطاقة التي سوف تكون معنا، إما بطاقة مالجيني أو بطاقة خوليت. كذلك معنا بطاقة جاتوزو، إما في مركز السي إم أو في مركز السي دي إم. كذلك آخر بطاقة وهي بطاقة نيستا يا جماعة في مركز السي في يا شباب. فهذه 4 بطاقات أعتقد أن سوف تكون هنالك بطاقة واحدة منها يا جماعة. تخيلوا لو كانت بطاقة خوليت 99 أو مالجيني 99 أو بطاقة نيستا 98، يا ساتر يا شباب على هذه البطاقات. أنا عن نفسي أتمنى لو يظهر لي بطاقة مالجيني، ولا مرة في حياتي اشتريت هذه البطاقة ولا حتى لعبت بها، لكن أواجه خصوما يمتلكون هذه البطاقة تعجبني كثيرا يا شباب. بالتالي هذا كل ما كان يتعلق بهذا الفيديو يا شباب، أتمنى أن يكون يعني التفاعل على هذا الفيديو كبير. موعدنا غدا أو بعد غد سوف أضع لكم البطاقة الخاصة بأوناي سيمون في حراسة المرمى يا جماعة، لأنني الآن أمتلكها وأقوم بلعب بها الكثير من المباريات حتى يكون التجريب كامل وشامل لهذا الحارس يا شباب. لا تنسوا تفاعلكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة واللايك، ثم اللايك لأن اللايك هو الذي يجعلنا في أن أنزل لكم يوميا الفيديوهات يا شباب، وشكرا لكم على المشاهدة.